اختتم مهرجان صيف البحرين 2019 فعالياته بعد اشتغال ثقافي لشهر كامل. قدم خلاله المهرجان مجموعة متنوعة ومميزة من الأنشطة في كل من خيمة نخول التي أقيمت بالقرب من قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بمدينة الرفاع والصالة الثقافية بالمنامة بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار وعدد من المسؤولين في المملكة وأعضاء السلك الدبلوماسي. حراك ثقافي صيفي استمر لمدة شهر كامل، فقد استطاع من مهرجان صيف البحرين الذي اختتم فعالياته من لمس مختلف الأذواق عبر برامجه التعليمية والإبداعية وأن يحقق المنجز الثقافي للمجتمع. ويأتي هذا المهرجان ضمن برنامج هيئة البحرين للثقافة والآثار للاحتفاء بالمنجزات الإنسانية والحضارية لمملكة البحرين خلال هذا العام بعنوان من يوبيل إلى آخر. صيف البحرين في هذه المرة ينتقل إلى الرفاع لكي تكون الخيمة بقرب قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح. مثل كل عام ننتقل من قرية إلى مدينة ومن موقع إلى آخر، وهذا العام اخترنا أن يكون قرب موقع تاريخي له دلالته وله أهميته. صيف البحرين يستقطب العديد من الفعاليات والعديد من الأنشطة ويزرع الفرح في كل منطقة يصل إليها. مهرجان صيف البحرين في نسخته 11 استقطب شرائح مختلفة من الجمهور ليصل عدد زواره إلى ما يقارب 90,000 زائر، وقد شارك في المهرجان عددا من سفارات الدول الشقيقة والصديقة لإثراء برنامج المهرجان. مصر دايما حريصة، وأعتقد مش مصر بس، أجي حضرتك شايف من حضور السفراء ناس كتير جدا، دول كتير جدا بقت حريصة كل سنة تقدم الأفضل. والحقيقة الفكرة نفسها جديرة بكل احترام، إن الشباب ييجي والأطفال والشباب وييجوا يبقى عندهم ورش عمل وفي نفس الوقت مجتمعين مع بعض. السفارة السعودية شاركت في مهرجان صيف البحرين في هذا الصيف بثلاثة مسرحيات وورشة عمل، كانت مركزة ثلاث مسرحيات إنها تعطي رسالة للطفل البحريني وللطفل لزوار المعرض بثلاث معلومات رئيسية، وهي أول شيء عن قصة الملك عبد العزيز في توحيد المملكة العربية السعودية، وتكلمنا برضو عن مناطق المملكة العربية السعودية 13 وكل منطقة وإيش تمتاز فيها من يعني من أكلات شعبية ومن لبس تراثي ومن ثقافة، وتكلمنا برضو عن المملكة العربية السعودية كرائدة في العالم الإسلامي. احنا كل سنة بنشارك مع الشيخة ماي، أطفالنا، طاقم السفارة، السفير، يعني جميع الجالية الفلسطينية تقريبا بنشارك بهذا صيف البحرين كل سنة، وهذا بالشي جديد على مملكة البحرين. أنا بعتبره هذا مش مهرجان، بعتبره عرس للجاليات اللي موجودة على أرض مملكة البحرين. ويقام المهرجان في كل عام لتقريب النشاط الثقافي من الجمهور عبر اختيار مواقع مختلفة لإقامة خيمة نخول التي قدمت هذا العام أكثر من 45 ورشة تفاعلية في عدد من المجالات في محاولة لتوجيه طاقات الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية، إضافة إلى تنمية روحهم الاجتماعية وتوسيع مدركاتهم الذهنية وتزويدهم بمختلف القيم الأخلاقية والاجتماعية. مهرجان صيف البحرين الذي استقطب أكثر من 90,000 شخص من خلال فعاليته وأنشطته المقامة على مدار شهر كامل، يثبت من جديد أنه الوجهة المتجددة لجميع أفراد الأسرة والعائلة في موسم الصيف. طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.